اسمع، انا جبت 25 بالامتحان، لو ابوي يعرف يموتني. ما عليك، الموضوع عندي. شو حتعمل؟ تعال وانت ساكت. What do you want؟ بدنا نشوف الحسامه. What for؟ شايف حكيتك الموضوع سهل. والله خليني اروح افرجيها لابوي. بابا، بدك تشوف كم جبت بالامتحان؟ ما شاء الله 25 من 20. هو الاستاذ كتبهم بالعكس. اكيد مصدقك. It was good doing business with you. Sorry kid, business is business. Hit him.